حضرتك خاص. معاكي تمام. كارنيه فادر؟ اه معايا. وريهوني. اوريهولك ازاي على الهوا؟ انا عايزه اشوفه. وريهوني. تعالى وانا اوريهولك. اوكي يلا وريني. ايه وريني. اوريهولك قدام الناس كده بتكسف عادي. ايه المشكله؟ ايه يا رمضان ايه يا عم انت بتهزر ولا ايه اللي اوريهولك؟ لا مؤاخذه يا جماعه احنا اسفين. ايه اللي توريهولها؟ رفاعي. وريهوني نشوفه. حضرتك بتنتحلي صفه يعني؟ اه نصابه. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك. حافظ على نقابه الاعلاميين. مش كل حد يعدي من قدامي البتاع يقول لك انا مذيع. لا يا جماعه الموضوع ده لازم يقف. اه لمت صح. طيب يا سيدي شكرا كفايه. يعني انت ولا ياسمين عز؟ طبعا ياسمين عز. معلش مين ياسمين عز؟ يا عيل الكلمه. ايه يا استاذ؟ يا عيل الكلمه قبل ما تقولها. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ لا حضرتك ما تسالينيش. انت حضرتك ضيفه عندي هنا فانت حضرتك تجاوبي على اللي انا بقولك عليه. انت هتحقق معانا؟ مالك داخل بزعبيبك كده؟ لا القانون بيقول يا تتغرمي وتتحبس. يا سيدي انت مالك لما يجي لي القانون انا والقانون نتصرف. انت بتاخدي كام؟ طب بتهزر يا ابني. هي زريبه يا حبيبي. هي زريبه ليه؟ ايه زنقه نفسك في الاعلام ليه؟ انا ما زنقتش والله. هو اللي زنقني. طب يا استاذ استاذ ايه يا ايه؟ طب ايه رايك اشتغل رقاصه؟ يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ ايه